يقول يؤذن علي المغرب وأنا في المواصلات وأصلي بعد انتهاء الواصل واصل بعد انتهاء الوقت، ماذا علي فعله؟ إن كنت في سفر فلك أن تؤخر المغرب إلى وقت العشاء جمعا كما هو معلوم في شأن المسافر، أما إن كنت داخل البلدة ولم تستطع النزول للصلاة يمكنك أن تصلي جالسا، وإن اضطررت إلى تأخيرها أو إذا عجزت عن صلاة جالسا لك أن تجمعها مع العشاء أيضا. لحديث ابن عباس وهو عند الضرورة كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، ولما سئل عن ذلك قيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك.